رحلة حفظ القرآن الكريم هي رحلة سماوية، منذ أن تبدأ فيها فأنت تحلق بروحك نحو السماء. بكل آية تحفظها ترتفع، ترتقي وتتغير حقا وصدقا. هي أجمل رحلة في هذه الحياة. قصتنا اليوم مع عصمان حفصة، وهي إحدى حافظات كتاب الله تعالى، ومن اتخذت القرآن الكريم رفيقا لها في هذه الحياة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله العظيم. أمنيتي بعد حفظ القرآن هي أن أجاز في رواية ورشع النافع أو في الرواية العشر كلها إن شاء الله. أيضاً كنت أريد أن أكون أستاذة في القرآن الكريم، والآن الحمد لله تحقق الحلم، أنا أستاذة. وأيضاً أريد أن أذهب عمرة إن شاء الله في القريب العاجل. أهم ذكرى في رحلتي مع القرآن الكريم هي لحظة الختم، هي لحظة الختم لأنه الشعور فيها صراحة لا يوصف. يوجد الكثير من الذكريات، مثلا ايضا في لما ندرس جماعه في المساجد حلقات الذكر وحلقه مع صديقاتنا وهكذا، يعني كلها ذكريات جميله ما زالت في ذاكرتي. صراحه كل حروف العشق لا تصف حبي لوالدي وشكري لهما، لانهما تعبا جدا معي، فلو استطيع ان لو كان العمر يهدى لاهديتهما لهما. إذا أدعو الله عز وجل أن يحشرهما مع الأنبياء والمرسلين، أن يسقيهما أيضا من الكوثر، وأن يجعل لهما وأن يحفظهما في الدنيا والآخرة. رمضان مبارك للشعب الجزائري والأمة الإسلامية. لا تنسوا أيضا إخواننا في غزة من صالح دعائكم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. أيضا إن شاء الله يكون جزاكم بالصحة والهنا، صحة رمضانكم صحة عيدكم.